السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم جميعا، يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوفني، انا ناديه عبد العزيز، اللي اول مره يشوفني بقى على الفيسبوك يعمل لي لايك وما ينساش يعمل متابعه، واللي اول مره يشوفني برده على قناتي على اليوتيوب ما ينساش يعمل لايك ويعمل لي اشتراك في القناه ويفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل مع بعض البيتفور بطريقه سهله جدا زي المحلات. ان شاء الله كل اللي هيدوقوا من ايدك باذن الله هيعجبه جدا جدا، وهيكون كمان احسن من المحلات، وان شاء الله مش هيحتاج مكونات كتيره معانا، وهنعمله في وقت قصير جدا. شايفين بقى الجمال؟ بكيلو دقيق واحد هنعمل الكميه اللي انتوا شايفينها دي كلها، وكمان هنرضي كل الاذواق، وهنعمل بالشوكولاته وهنعمل بالفانيليا علشان محدش يزعل. انا عارفه ان في ناس كتير بتحب الشوكولاته وناس كتير برضو بتحب الفانيليا، فاحنا هنرضي كل الاطراف، وهنعمل ان شاء الله بالفانيليا والشوكولاته. شايفين بقى الجمال؟ وبأبسط المكونات ان شاء الله هنعمله. يلا بقى، لو انت لسه ما حطيتش اللايك انزل حط لي اللايك علشان نبدا الفيديو. يلا بينا نبدا المكونات. اول حاجه هنا هنحتاج حوالي كيلو من الدقيق، وكمان 4 من البيض. هحتاج منهم 2 من صفار البيض و2 بيضه كامله بالصفار والبياض، وهحتاج كمان كيلو الا ربع من الزبده، وكوبايتين الا ربع من السكر البودره، ومعلقه كبيره من الفانيليا السايله، او لو بتستخدمي الفانيليا الاكياس هتحطي طبعا لكل بيضه كيس زي ما احنا بنعمل دايما. هنا بقى اول حاجه حطيت الزبده على السكر، وهبدا كده بالمضرب اضربهم ناعم جدا جدا لحد اللون بتاعهم ما يبدا يفتح معايا خالص ويبقى زي الكريمه. طبعا لو عندك عجان هيكون افضل ومش هيتعبك، هتقدري تحطي كل المكونات في العجان وتسيبيه يبدأ يضرب كده لحد حوالي من 20 ل 30 دقيقة. شايفين انا ضربتها كويس جدا لحد ما وصل اللون الفاتح اللي انتوا شايفينه ده زي الكريم شانتيه كده. هنا بقى انا نقلتها في بولة كبيرة شوية علشان بس اعرف اتحرك فيها، ولما اضيف الدقيق يبقى في مكان فراغ يعني. هنا بقى ضفت البيض، هبدأ اضرب تاني لحد البيض كله ما يختفي تماما زي ما انتم شايفين كده. يبقى انا هنا حاطه السكر، كوبايتين الا ربع من السكر، كيلو الا ربع من الزبده، وعليهم 2 بيضه كامله و2 من صفار البيض. بعد البيض ما اختفى تماما ضفت عليه معلقه كبيره من الفانيليا السايله، وبعد كده هرجع اضرب تاني من نجاح. برضو البيتفور ناس بتقول ساعات البيض بيكون ريحته باينه والكلام ده، لو البيض مش فريش او على الاقل بقاله مثلا يومين بس كفايه قوي، او اسبوع بالكتير قوي، هيكون فعلا ليه ريحه. فالبيض لازم يكون فريش علشان ما يكونش ليه ريحه. بعد كده ببدا اضيف الدقيق واحده واحده كده بالتدريج. انا طبعا مش هضرب بالمضرب كتير، ده حاجه بسيطه قوي. وبعد كده بقى هبدا ان انا اعجن بايديا. لو عندك عجين طبعا هيكون افضل، هو مش هياخد عجن معايا كتير خالص. هبدا كده اعجنهم بايديا زي ما انتم شايفين كده لحد العجينه ما تكون ما بتلزقش في ايدي تماما. شايفين لما اضغط عليها ايدي بتكون نظيفه، يبقى انا كده تمام. طيب ممكن ياخد معايا اكتر من الكيلو، ممكن ياخد اكتر من كيلو دقيق على حسب الدقيق اللي موجود عندك. اهم حاجه يوصل للقوام اللي انتوا شفتوه ده، ما يكونش بيلزق. يعني لو ضفتي اكتر من الكيلو مفيش اي مشكله خالص. هنا بقى انا قسمت الكميه بتاعه البيتفور بتاعي، هعمل نص بالشوكولاته ونص بالفانيليا، وضفت عليهم حوالي 4 معالق كبار من الكاكاو الخام. تقدروا تضيفوا 3 او اقل على حسب اللون اللي انتوا محتاجينه، بس انا اللون ده بالنسبه لي مناسب. وقلبتهم كويس زي ما انتوا شفتوا كده، عجنتهم كويس جدا لحد برضو ما وصلت للقوام اللي انتوا شايفينه ده، ما تكونش بتلزق نهائي. بعد كده بقى جبت هنا الصاجه ودهنتها دهنه بسيطه جدا جدا بالزيت، دي بقى البلبله اللي انا ممكن استخدمها، بس انا مش عايزه استخدم دي، انا هستخدم النجمه دي المكنه. لو حابه برضو ان انت تستخدمي اي حاجه تانية مفيش اي مشكله، الشكل ده بتاعك انت براحتك. دي الماكينه بتاعه البيتفور العاديه جدا، بضيف فيها العجينه بتاعه البيتفور وببدا اشكلها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، رف اوسط او 170، يعني معاكي من 160 ل 180، وبحط الصاجه في الرف الاوسط، وكل شويه ببص عليها على حسب الفرن بتاعك. خلي بالكم احسن تتحرق من النص او اي حاجه، لان النار بتكون في الوسط بتكون اقوى شويه، فهنخلي بالنا ايه اللي هتستوي فيهم، هنخرجها على طول. هتاخد معانا حوالي من 10 دقايق لربع ساعه وهتبدا، او يعني بالكتير تلت ساعه وهتبدا ان هي تستوي. هنبدا نخرج اللي استوى منها وهشكل غيره زي ما انتم شايفين كده. هنا عملت شكل وردات كده، دي الشوكولاته. وبرده هرجع ادخلهم الفرن. طبعا الشكل ده بتاعك تقدري تشكلي فيه زي ما انت عايزه والاشكال اللي تعجبك. انا عن نفسي بحب شكل الورد ده شويه، فهدخله الفرن بقى زي ما قلت لكم، وهخرجه واوريكم شكله. وكده خلاص بعد ما خرج اصلا اهو، شايفين شكله جميل ازاي، مستوي في نفس الوقت يعني ناشف جدا ما شاء الله، ويعني يبدا ان هو يكون يتفرفت في ايدك كده بسهوله جدا، لانه من جوه دايب ما شاء الله يعني، وفي نفس الوقت مش من بره طري كده، لا مقرمش معاكي وطعمه تحفه. هنا بقى الحشوه بتاعتي براحتك، طبعا تقدري تجيبي شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، اي حاجه انت حباها. انا هنا هستخدم شوكولاته دارك وشوكولاته بيضه وجوز هند وبندق مطحون. باخد كل 2 كده والزقهم في بعض بالشوكولاته، وابدا احط من الجنب كده شوكولاته برضو، وبعد كده احط عليها جوز هند او احط عليها بندق. التزيين ده بتاع حضرتك، تقدري ان انت تزينيه بالشكل اللي يعجبك. تقدري تحطي فستق، تقدري تحطي لوز، اي حاجه انت حباها تقدري ان انت تستخدميها، مفيش اي مشكله خالص في التزيين بالشكل ده كده. بس انا بحط الحاجه اللي انا بكون حباها. ده شكل النجمه، هبدا برضو ان انا اشكلها بنفس الطريقه، واحط شوكولاته في النص وبقفل عليها بالنجمه التانيه، وبعد كده من الجنب بحط عليها شوكولاته، بعد كده مثلا اضيف عليها بندق، زي ما انتم شايفين كده. ده الشكل النهائي. بكون بقى فارده ورق زبده علشان اضيف عليه البيتفور، عشان احط عليه البيتفور بتاعي وما يلزقش، لان طبعا انتوا عارفين الشوكولاته لو حطيتها في طبق وهي لسه سائله كده هتلزق في الطبق ومش هعرف اخرجها، ممكن تتكسر معايا البيتفور. فاحسن حاجه نحط على ورق زبده او نحط على ورق فويل، اي حاجه المهم تكون مش هتلزق في الشوكولاته. زي ما انتم شايفين كده انا هنا كده خلاص شكلتها زي ما انتم شايفين، وبعد كده حطيتها على ورق الزبده بالطريقه اللي انتم شايفينها دي، شايفين ما لزقتش خالص ولا اي حاجه. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ اتمنى ان انتم تجربوه ان شاء الله، وتقولوا رايكم في التعليقات، وتبعتولي كمان الصور باذن الله على الفيسبوك. طبعا هتعملوه احسن مني بكتير انا عارفه. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب اكون فدتكم، وان شاء الله الطريقه تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وهتدعوني باذن الله. حقيقي طعمه تحفه جدا. هتقدري بقى تقدميه كده لضيوفك في العيد ان شاء الله، ولاولادك ومن جوزك ان شاء الله هيتبهروا بيه باذن الله. وكمان هتعملي كميه حلوه جدا من كيلو دقيق، يعني مش هنحتاج مكونات كتيره ولا مقادير كتيره خالص، بالعكس هيكون كميه بسيطه، يعني الدقيق قليل. واشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله.